كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية عمت مختلف مناطق المملكة تساقطات مطرية رعدية قوية ما بين 30 و 110 ملمترات مصحوبة برياح قوية من 75 إلى 120 كيلومترا في الساعة. أعلى هذه التساقطات 68 ملمترا بشفشاون. أمطار ورياح خلفت بعض الخسائر المادية. تقرير سمير أصبان. جدران منهارة، سقوط للأشجار، وأدرار مادية على مستوى بعض السيارات المركونة في الشوارع، تلك بعض مخلفات الرياح القوية التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة. الرياح الشديدة والغبار جعل حركة السير أكثر تعقيداً. كانت عندنا احنا ديجا في الباح باللي غيكون اليوم واحد رياح قويه، وكنا مع الصباح ملي خرجنا عاوتاني لقينا رياح بصح نيت قويه، ودانا الاحتياط ديالنا فين ما دس كنلقى دائما لاكسيدون بزاف، لي بوانو لي بلايك اي حاجه كان مشكل، يعني كان مشكل بات السبب ديال الرياح ديال اليوم. سرعه الرياح التي تجاوزت 90 كيلومترا في الساعه بطنجه تسببت في توقف الرحلات البحريه، اما معدل التساقطات المطريه فبلغ بالمدينه خلال ال 24 ساعه الاخيره حوالي 85 ملمتر. كانوا امواج تما تبارك الله كبارين اللي وصل العلو ديالهم لاكثر من 5 الامتار، وهاد العوامل هذه ساهمت توقف الملاحه وحركه المسافرين بين ضفتي طنجه وطريفه، وهاد التوقف هذا غيقدر يستمر حتى غدا في مساء ان شاء الله، امكانيه عوده الملاحه يوم الاحد صباحا ان شاء الله. على المقاييس على مستوى التساقطات المطرية منذ الساعة السادسة من مساء أمسنا الخميس إلى الساعة السادسة من مساء اليوم سجلت بشفشاون بمعدل 86 مليمترا، فيما سجلت أدنى المقاييس بالدار البيضاء بمعدل 5 مليمترات. آمال كثيرة يعلقها المزارعون على هذه التساقطات المطرية لتحسن موسم فلاحي تأثر كثيرا بحالة الإجهاد المائي التي تعيشها البلاد. موجات الجفاف المتواصلة انعكست على المحاصيل الزراعية. كاينه بعدا شويه الشتاء بخير، يقول بهمات ما ياكلوش شويه الماء ديال الناس ديال الباديه، الحمد لله بخير. حنا فرحانين شحال هذه كنتسناو هذا الشتاء هذه، الحمد لله ربي شكرنا الله يرحمنا ويزيد في النافع ان شاء الله. الحمد لله هي جات في الوقت ديالها ان شاء الله، الحمد لله هي بالنسبه للزيتون بالنسبه للفلاحه بالنسبه للماء في الابار ان شاء الله غادي يكون مزيان. الحمد لله على هذا الرحمه اللي عطانا سيدي ربي، وتنفع الفلاحه وتنفع الناس الشتاء ضروري، لان لما كان الشتاء انسان ديما مضرور. نفع البهايم، نفع الزيتون، نفع الزرع يلاه هنا كان يلاه هنا ما الاولي بس كتنفع البشنه دروك غاديه ما تزرع الحمص كتنفع جميع الحوايج اللبنه اللي غتجي مؤخرا. النشرات الانذاريه للمديريه العامه للارصاد الجويه تتوقع استمرار هذه الاجواء الماطره والرياح القويه الى غايه صباح غد السبت. ففي نشرة إنذارية أفادت المديرية بأن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 75 و 120 كيلومتر في الساعة مع تطاير للغبار، إلى جانب تساقطات مطرية رعدية قوية يتراوح معدلها ما بين 30 و 110 ملمتر ستسجل بعدد من مناطق المملكة. وعقب هذه النشرة الإنذارية من المستوى البرتقالي أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي مجمل شبكة الطرق السيارة الوطنية بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل. للمزيد من